اهلا بكم من جديد. يعني خلينا نشوف بفقره المطبخ ايش محضرين لنا اليوم، وصفات لا تعملوها يعني بالبيت، نوع من انواع التجديد والتغيير. خلينا نشوف مع بعض. صباح الخير، كيفكو؟ معكم الشيف عصام من مطعم تاكو يا مسالة. اهلا وسهلا فيكو. اليوم حاب اعمل لكم صحن سلطه اللي هي عباره عن مكسيكان سلطه. هلا المكسيكان سلطه بتخش فيها اكثر من مكون وفيها فيجيتيريان كثير، يعني تشكيله واسعه. تمام، راح اشرح لكم شو المكونات تبعونها. جزر حسب ما انتم بتحبوا، حسب ما انتم بتسوي كيوبس بريش، بغض النظر عن ايش ما هو انتم حابين تقدموه. فلفل الوان اللي هي انتم تشكيله فلفل الوان، قد ما استخدمتوا الوان فيها كل ما كانت اجمل في الصحن. وبنحكي عن هون عن الخس الايسبرغ والذره والشيدر تشيز والفاصوليا، وهي خلطه الافوكادو مع الجزر اللي هون. هلا احنا بالعاده بنسكب السلطات بصحون او بوعاء خاص للسلطه، فاحنا اليوم حابين نسكب لكم السلطه هاي في خبزه التورتيلا المقليه قلي، زي ما انتم شايفين تطلع معك في الشكل هذا. هلا بدنا نبلش نساوي المكونات. السلطه كثير سهله، عباره عن فلفل الوان زي ما حكينا، والخس، نحكي الذرة، الخيار، هلا الجزر احنا بنقدر نستخدمه هون بنفس الصحن وبنقدر نحطه على الوجه، احنا بدنا نستخدمه للتنتين. هلا الصوص تبعها الخاص اللي هو الرانش صوص، اللي هو عبارة عن مايونيز مع خل مع فلفل أسود، بنضرب كامل مع برمزان تشيز. خلينا نحط الدريسنج اللي احنا عاملينه. ونجيب الصحن اللي احنا حابين نسكب فيه. نمسك الخبز زي هيك، الفاصوليا نحطها على الوجه برضو، بعدين نمسك احنا الشيدر تشيز مع الافوكادو. اللي هو الشيدر تشيز على الوجه، نمسك الجزر، بالشكل هذا. هلا انت شو حاب تزين الصحن، شو حاب تعمل انت في الصحن، هذا اشي بيرجع لإلك. زي ما انتم شايفين
وهيك بنقدر نقول لكم صحتين وألف عافية. طبعا بنشكرهم على هذا التقرير. يعني السلطات اغلبيتنا كلنا بنحبها تكون موجوده على طاولاتنا في الغداء او العشاء كمان. يعني هو تفنن بطريقه الطبق، يعني كان حاط خبز التورتيلا، حاطه بقالب زي هيك يا بقلي، او في ناس بشو مع بحطوا هيك شويه حبوب فيهم مع بيكون الكلينك فيلم او النايلون اللي بنحطه بحطوا عليه عشان يتقلوا وبتطلع هاي الصحن. في ناس بعد ما يخلصوا السلطه عم بياكلوا. هلا استخدم هو الدريسنج مع جبنه البارميزان وهيك، ممكن انت تستخدميها بالوصفات الموجوده برفوف الصوصز الموجودة بالسوبر ماركتات. يعني الناس بتفننوا بهذا الموضوع. يعني شو ما كان عندك البيت خضرة حطيه مع هدول الصوصات بطلع كتير زاكفة. يعني اليوم هيك دخلي مثلا سلطة هيك على أو مع يعني وجبة الغداء أو العشاء. يعني إن شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفة. رح نطلع بعد الفاصل، رح يكون معنا عالم الأبراج والفلك، رح يكون موضوعنا عن عالم الفلك والأبراج، لأنه في بعض الأشخاص بتأمن فيه وبعض الأشخاص ما بتأمن فيه. بعض الأشخاص بقول لك هاي خزعبلات، وفي ناس بكونوا دجالين وبيجنوا المال من وراءهم، بكون حكيهم كتير خاطئ. أكيد بيكون هناك دراسة، بيكون هناك دراية بهذا الموضوع، هناك كمان تطورات بخصوص عالم الفلك. قبل فترة سمعنا أنه رح يكون هناك في برج 13، إحنا 12 برج، رح يكون هناك كمان برج، فتتداخل الآراء. فخليكم معنا لنتحدث بهذا الموضوع بشكل مفصل مع عالم الأبراج والفلك سعيد مناع.